التحكم في الهيئة العامة للأرصاد الجوية. النهاردة بإذن الله بتشهد البلاد أول موجة حارة في فصل الربيع، اللي هي تعتبر فيها درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية. متوقع الموجة تبدأ النهاردة السبت بإذن الله وتستمر معنا حتى يوم الثلاثاء القادم. طقس حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار، ويعتبر طقس معتدل في درجة الحرارة في فترات الليل، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح. خلال هذه الفترة مفيش شبورة مائية، ولكن من المتوقع أن تنخفض الرؤية الأفقية خلال فترات النهار نتيجة تكون الأتربة العالقة في هواء جمهورية مصر العربية، ده بيقلل الرؤية إلى حد ما. وأيضا هناك خلال هذه الأيام نشاط رياح على بعض الطرق السريعة والطرق الصحراوية نتيجة وجود منخفض الجو اللي بيعمل على رفع درجات الحرارة، ومصاحب ليه رياح جنوبية غربية بتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الرمال المسارة. أي ما إن شاء الله الطقس هتبدأ الأجواء تعتدل وتنخفض درجة الحرارة اعتبارا من يوم الأربع إن شاء الله، يعني ممكن مع انخفاض درجات الحرارة نشهد سقوط لبعض الأمطار الخفيفة على مناطق من سواحلنا الشمالية، ولكنها إن شاء الله هتكون غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية. مهم جدا خلال هذه الفترة متابعة النشرة الجوية، هنعرف إمتى تنخفض درجة الحرارة عشان نحدد نوعية الملابس اللي ممكن نلبسها مع تخفيف مع انخفاض درجات الحرارة المتوقع اعتبارا من يوم الأربع إن شاء الله. الملاحة البحرية تعتبر معتدلة على البحرين المتوسط والأحمر، ومهيئين لكافة عمليات الصيد والملاحة. زي ما قلنا انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأتربة هيخلينا ننصح السادة أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية والجيوب الأنفية بقدر الإمكان عدم التعرض المباشر لهذه الأتربة. الرؤية أيضا هتنخفض على الطرق، فنكون حذرين جدا أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية بقدر الإمكان. مع متابعة النشرة الجوية هنتعرف على كل ما هو جديد وكل الظواهر الجوية المتوقعة مع تغير الكتل الهوائية اللي هتأثر على جمهورية مصر العربية خلال الأيام القادمة. شكرا لحضراتكم وإلى لقاء آخر.